تكون طرفا في اتحاد للقبائل العربية؟ لماذا تستكثرون على أبناء الحدود وأبناء القبائل أن يشكلوا اتحادا وهم الذين عانوا كثيرا؟ المؤتمر الأول لاتحاد القبائل العربية يعلن دعمه لجهود الدولة المصرية. نظم اتحاد القبائل العربية مؤتمره الأول وسط حضور كثيف من الشخصيات العامة والسياسيين ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وأعضاء مجلس النواب والإعلاميين، معلنا وقوفه ومساندته ودعمه لجهود الدولة المصرية في أعمال التنمية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ودعم خططها الطموحة. وقال نائب أحمد رسلان نائب رئيس اتحاد القبائل العربية الذي ألقى الكلمة نيابة عن الشيخ إبراهيم العجاني رئيس اتحاد القبائل العربية، إن الفترة المقبلة سوف تشهد نشاطا مكثفا للاتحاد على كافة الأصعدة، مؤكدا دعم الاتحاد الكامل لجهود الدولة المصرية. لا أبدا، احنا جنود لمصر، واحنا على فكرة مواقف في القبائل العربية من حتى في 67 كانت المواقف ان احنا دايما بنقول ان احنا مصريين وجنود مصر، ولا اي شيء تطلبه من الدولة المصرية احنا يعني مصريين ما فيهاش كلام، وندافع عن وطننا. وبعدين احنا دايما سينا مذكورة في القرآن فيها التيه، يعني قوم سيدنا موسى تاهوا فيها على الرغم من حجمها مش كبير للدرجة اللي هي، لكن في مثل عرباوي بيقول أهل مكة أدرى بشعابها. فطبعا احنا مع القوات المسلحة ومع وزارة الداخلية، واحنا مصريين ونسيج واحد، وكلنا نتمنى الخير لمصر، واللهم لك الحمد والشكر. اقول له انت مشرفنا، بسم الله ما شاء الله، وربنا ينصرك يا رب، واحنا في ظهرك، احنا جنودك وجميع القبائل العربية، احنا ظهرك وجنودك، واللهم لك الحمد والشكر، شيء مشرف جدا. أعضاء مجلس النواب الذين أتوا إلى هذا المحفل الكبير ليشرفوا هذا المحفل، السيد النائب ياسر الهديبي، السيد النائب السيد الحجازي، السيد النائب أحمد رسلان، السيد النائب معتز كمال الشاذلي، السيد النائب إبراهيم عبد الوهاب، السيد النائب صلاح شوقي عقيل، كل السادة الحضور. النهاردة أنا بعتبر هذا اليوم اللي معمول عند السيد الفاضل السيد كمال الجعفري يوم عظيم، طبعا اتحاد القبائل العربية بقيادة الشيخ إبراهيم العرجاني، وإن شاء الله موفقين لصالح مصر. يعني أنا أعتبر هذا اليوم من أجل مصر، لصالح مصر. تحية لكل القائمين عليه. أنا أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من شارك في إقامة هذا المؤتمر، وفي مقدمتهم الحاج كمال عثمان واللجنة التنسيقية التي أعدت لهذا المؤتمر. ثانيا، أريد أن أبعث بالتحية والتقدير إليكم جميعا، حيث جئتم من محافظات ومناطق متعددة، جئتم هنا لتقولوا أننا سند للدولة المصرية وسند لقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي. في وقت تواجه فيه مصر تحديات جسام
على كافة الاتجاهات وتبذل كل الجهد من أجل وقف العدوان الهمجي البربري على شعبنا العربي الفلسطيني. هذا الجمع الكبير وهذه الآلاف المحتشدة تقف اليوم لتقول أننا مع دولتنا، مع وطننا، مع قيادتنا، شاء من شاء وأبى من أبى. هذا الوطن العظيم الذي يقف شامخا بمؤسساته، بقيادته، بجيشه، بشرطته، إنما يبعث رسالة للعالم بأسره أن مصر ليست لقمة سائغة لأحد، وأن أحدا لن يستطيع أن ينال من هذا الوطن، وأن خيار الشعب المصري هو خيار أصلي ووطني وعروبي، وأن مصر دوما في مواقفها إنما تهدف أبدا إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأحد.